بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ما زلنا مع الوحدة الرابعة في الكيمياء. اليوم بإذن الله راح نحل مع بعض تطبيق. هذا التطبيق من خلاله راح نتعرف على سلوك حمض في محلول مائي، معناه قوة حمض. ها هو نص التطبيق في 8 أسئلة. نعتبر محلولين S1 و S2 لحمضين HA1 و HA2 لهما نفس التركيز، يعني C يساوي 10^-20 مول على اللتر عند درجة الحرارة 25 درجة مئوية. الحمض الأول هو حمض الإيثانويك C OH pH تساوي 3.4، وثابت الحموضة K1 يساوي 1.6 × 10^-5. الحمض الثاني هو حمض البنزويك C6H6COOH pH تاعو يساوي 2.8، ثابت الحموضة تاعو Ka2 يساوي 6.3 × 10^-5. السؤال الأول مطلوب منا كتابة معادلة تفاعل الحمض HA، يعني بصفة عامة الحمض HA مع الماء. ثانيا، إنشاء جدول تقدم لتفاعل الحمض نفس الشيء HA مع الثنائية HA مع الماء. ثالثا، طلبوا منك تعبير نسبة تقدم نهائي طوفينال لهذا التفاعل بدلالة البي اش والتركيز سي. رابعا، حساب طوفينال بالنسبة للمحلولين S1 و S2. خامسا، حساب الثابت بي كا لكل حمض. سادسا، إيجاد العلاقة بين طوفينال وكا. سابعا، كيف تتغير طوفينال بدلالة البي اش. و ثامنا وأخيرا، ماذا تستنتج علما أن حمض البنزويك أقوى من حمض الإيثانويك؟ إذا نبدأ بالسؤال الأول، وهو كتابة معادلة تفاعل الحمض HA مع الماء. يعني سؤال سهل عندنا أولا، وهو عندنا الحمض HA مميه أك مع الماء H2O سائل. كاين أسئلة لا يستهان بها، تقدر تطيح لك في الباك، وطحت في الباك صح، مع الأساس المرافق زائد H تروى أو بلس شوارد الهيدروم. يعني كاين أسئلة ونية سهلة وتعاونك باش تلقط شوية نقط في الديبي، صليت وضرها في الأخر تجيبها في الأول صح. السؤال الثاني، إنشاء جدول التقدم لتفاعل الحمض HA الثنائية HAA مع الماء صح. إذن ثانيا، جدول التقدم، جدول التقدم صح. عندنا التقدم، تقدم تفاعل الحالة الابتدائية يكون يساوي صفر عند T يساوي صفر، الحالة الانتقالية عند اللحظة T، وعندنا X فينال. نكتب معادلة التفاعل HA أك أي مميه زائد الماء H2O ليكيد تعطينا الأساس المرافق مميه بالطبع زائد شاردة الهيدرونيوم أشتر وأوبليس صح. عندنا المتفاعلات الماء بوفرة أو بزيادة خلاص، هذا تهنينا منه. عندنا كمية المادة الابتدائية بالطبع بالمول للحمض. النواتج في الحالة الابتدائية يكون مازال ما تشكلوش، يفتح يرزق مازال. عندنا في الحالة الانتقالية كمية المادة الابتدائية للحمض ناقص، دائما راعوا الأعداد ستوكيومترية راهي كامل واحد، إذا ناقص إكس طريبيا. عندنا هنا إكس، عندنا هنا إكس، هذه تاع الحالة الانتقالية كوبي كولي لتحت دير إكس فينال، هذا مكان أن أش أ مو إكس فينال إكس فينال إكس فينال، ها هو جدول التقدم صح. ثالثا، واش قالون؟ أعطي تعبير نسبة التقدم النهائي طوفينال لهذا التفاعل بدلالة البي أش والتركيز. طلع تشوف جدول التقدم، عندنا ثالثا بالطبع تجيبها منين؟ من جدول التقدم، من جدول التقدم صح. عندنا طوفينال نسبة التقدم النهائي تساوي إكس فينال على إكس ماكس صح. طيب، يعني
اللي أنا بالنسبة لي الحمض HA عندنا كمية المادة النهائية وعندنا اللي هي X max كمية المادة النهائية، والX final هي كمية المادة النهائية لشوارد الهيدرونيوم، إذن تساوي كمية المادة النهائية يعني لشوارد الهيدرونيوم أسطروا بلس على كمية المادة النهائية للحمض. صح، إذن بون عرفوا بلي كمية المادة واش تساوي، تساوي التركيز في الحجم. إذن عندنا تركيز شوارد الهيدرونيوم أستر وأو بلس عند التوازن في الحجم، وكمية المادة النهائية للحمض تعطينا سي في في، الفي تروح مع الفي، إذن تولي عندنا تركيز شوارد الهيدرونيوم في النهاية هو عند التوازن هو 10 قوة ناقص بي اش على السي، يعني قالوا نعطونا طوفينال بدلالة البي اش والسي، ها هاوش يعني ها هي. إذن رابعا أحسب طوفينال بالنسبة للمحلولين اس واحد و اس اثنين، يعني احنا واش لازم من نعرفه هنا، بوش صبنا عندنا السي 10 قوى ناقص 20 مول على اللتر، هذه وحدة. البي اش تاع المحلول الاول 3.4 اكتب عندك في المسودة، والبي اش تاع المحلول الثاني 2.8 كتبتهم عندكم صح طريبيا صح. اذن اروحوا نخدموا، يعني طوفينال احنا وين خرجنا، خرجنا انه طوفينال تساوي هذه، نخدموا بهذا العبارة صح، يعني تقول لنا رابعا طوفينال تاع المحلول الاول يساوي 10 قوة ناقص بي اش 10 قوة ناقص 3.4 على التركيز اللي هو 10 قوة ناقص 2 طريبيا، اذا يساوي شعلاطتني عطتني 3.9 في 10 قوة ناقص 2 معناه يعني شو كي تحسب بالمئة تولي لك هكا تولي لنا 0.039 هكا، يعني لو جينا نحسبوا البورسنتاج نزيدو نوخروا الفاصلة هنا يعني تولي لنا كون ندوروا العدد تولي لنا 4%، إذا تساوي لنا 4%. فوالا زيد طوفينال تقدر تخليها 3.9 في 10 قوى ناقص 2 ولا تديرها بالنسبة المئوية صح. طوفينال تاع المحلول الثاني يساوي ماذا، يساوي 10 قوى ناقص 2.8 على 10 قوى ناقص 2 أعطتني 0.016 يعني 16%، أعطتني 16%. خامسا طلبوا منا حساب الثابت بي كا أ لكل حمض. صح، ثم هذا التمرين خيرته أضفت فيه أسئلة نقصت أسئلة، يعني باش يكون يعني تقدر تقول باش نلخصوا واش درسنا الفيديوهات السابقين، يعني نلخصهم في التمرين وباش نتعرفوا على الحمض القوي والحمض الضعيف. صح، أولا نعلم من خلال ما درسنا أعزائي أن البي كا أ واش يساوي، يساوي ناقص لوغ كا اللي هو ثابت الحموض، هذه ورانا متفاهمين عليها. إذن لو يعني ومنه واش مباشرة نحسب أي بي كا أ تاع المحلول رقم واحد تساوي كذا يعني ناقص لوغ كا أ، وتاع المحلول الثاني بي كا أ 2 تساوي كذا، يعني البي كا أ تاع المحلول الكا أ تاع المحلول الأول 1.6 في 10 قوة ناقص 5، والكا أ تاع المحلول الثاني ثابت الحموضة المحلول الثاني 6.3 في 10 قوة ناقص 5. صح، سجل عندك هذا المسودة خلاص. صح، إذن
ناقص لوغ ك تاع المحلول الاول شحال راح تعطيني؟ تعطيني 4.8 صح. ناقص لوغ تاع المحلول الثاني تعطيني 4.2 وبدون وحده. هذا المكان كاين اسئله نقول لك سهله جدا جدا، علاش رانا نحلو فيهم بسهوله كذا؟ لانه اللي تبع معايا الفيديوهات قلت لكم من الاول درك ما عندوش اشكال. يعني كي شغل حلينا تمارين بالتجزئه ماشي التمرين غروسو مودو، بالتجزئه جينا هذا لخصنا فيه كلش صح. السؤال السادس، سادسا طلبوا منا ايجاد العلاقه بين طوفينال وكا صح. اذا سادسا واش عندنا من قبل؟ لدينا ثابت الحموضه حسب المعادله اللي كتبناها. واش يساوي الاساس؟ دائما الاساس. اذا عندنا التركيز تاع الاساس عند التوازن، فالتركيز تاع الاساس المرافق بالطبع في التركيز تاع شوارد الهيدروليوم عند التوازن على التركيز تاع الحمض عند التوازن الحالة النهائية صح. إذا نحنا حسب جدول التقدم اللي درناه، حسب جدول التقدم يعني ها هو جدول التقدم عندنا. لاحظ وين الأساس وين الهيدرونيوم شوارد الهيدرونيوم، عندنا إكس فينال إكس فينال صح. إذن التركيز يساوي كمية إكس فينال يساوي قلنا كمية المادة لأنه علاش؟ لأنه لحقنا وين كنا درنا باللي التركيز تاع هذا الشوارد يساوي التركيز تاع شوارد، يعني التركيز تاع الأساس يساوي نفسه التركيز تاع شوارد الهيدرونيوم لأنه إكس فينال إكس فينال صح. إذن لأنه هالك إكس فينال تساوي كمية المادة النهائية عند حالة التوازن تاع شوارد الهيدرونيوم. أيوة. إذن على حسب جدول التقدم عندنا التركيز تاع الأساس عند التوازن يساوي التركيز تاع شوارد الهيدرونيوم أسطر وأو بلس عند التوازن بالطبع يساوي التركيز واش يساوي؟ يساوي كمية المادة على الحجم، لأن كمية المادة تساوي التركيز في الحجم صح. إذن يساوي إكس فينال على في، ومنه يساوي إكس فينال واش تساوي؟ إكس فينال قلنا هنا واش رانا دايرين وراهي طو فينال تساوي إكس فينال على إكس ماكس. إذن إكس فينال واش تساوي؟ تساوي طو فينال في إكس ماكس. هذه اللي أمامكم صح. إذن طو فينال على في تساوي إكس ماكس في طو فينال تسبب التقدم النهائي على في. إذن إكس ماكس على في وش معناتها هذه؟ إكس ماكس على في هي التركيز سي، لأن هنا رانا دايرين هاي اللي كلها هنا، رانا من الأول ذكرنا أنه إكس ماكس يساوي كمية المادة تاع النهائية تاع الأشقة يساوي سي في بي صح. تبعوا على حسب واش درنا من جدول التقدم. طيب إذن واش تساوي لنا؟ تساوي لنا سي في طو في نال. نعاود لأن هذه سي، هذا التركيز سي. طيب يعني رانا خرجنا تركيز، يعني واش خرجنا هنا في ثابت الحموضة هذه وخرجنا هذه. طيب مازالت لنا تركيز تاع الحمض، دونك نروح ندورو للتركيز تاع الحمض صح. إذن التركيز تاع الحمض اش ار عند التوازن يساوي ماذا؟ يساوي سي في في ناقص اكس فينال. علاش؟ لاني حسب جدول التقدم هاي ان اش ا ان صفر اي كميه الماده الابتدائيه تاع الحمض ناقص اكس فينال. كميه الماده واش تساوي؟ تساوي سي في في، يعني دائما تماشيا مع جدول التقدم صح.
بالطبع على الحجم. صح. طيب هذه اللي هنا نقدر نكتب كما هنا راهي سي في في، نقدر نتخلى على الفي هذاك، سي ناقص اكس فينال على في، لان كنا نوحد المقام تاع هذه نرجع كما هذه نفسها. صح، متفاهمين؟ طيب اذا واش تساوي؟ تساوي هذه، واش هذه؟ التركيز تاع شوارد الهيدرونيوم. اذا اكس فينال على في، اذا تساوي سي ناقص التركيز تاع شوارد الهيدرونيوم اشطر او بلس عند التوازن. طيب التركيز تاع شوارد الهيدرونيوم ها واش صبنا يساوي؟ اذا واش تساوي؟ تساوي لي سي ناقص سي في طوفينال، عوضتها بهذه. صح، تساوي طوفينال. إذن أنا عندي سي هنا وسي هنا، نخرج سي عامل مشترك تساوي سي في واحد ناقص طو فينال. طيب حد الآن رانا هايلين. إذن وجدت، نعاود، وجدت التركيز تاع هذا وزوج ها واش يساوي، وجدت التركيز تاع هذي ها واش يساوي. طيب نجي واش ندير؟ نعوض هذو كل هنا وهذه هنا سيتو، هذه هي خدمتي درك. خلاص، صح. اذا ثابت الحموضه نعاود نكتبو، لكن نعوض مادام هنا الفوق راهو يعني هذه في ذي والزوج يساوي هذه، اذا نفس الشيء نديرو مربع. صح، واش نديرو؟ نديرو مربع، يعني سي في طوفينال مربع على سي في واحد ناقص طو فينال، عوضت هذه بهذه. صح، انا رايحين غير بالعقل. اذا واش تساوي لنا؟ تساوي لنا طو فينال مربع في سي مربع على السي في واحد ناقص طو فينال. طيب اذا هنا كي نقصوا سي وحده منا مع هذه تبقى لنا سي في الماء في البسط وتاع المقام راحت، تولي لنا تساوي تساوي طو فينال مربع فينال في سي على واحد ناقص طو فينال. معناه ثابت الحموضه ها واش يساوي، يعني هنا حسب العبارة هذه أعزائي، يعني بالنسبة للمحاليل الحمضية اللي تكون عندها نفس التركيز كما لهنا في التمرين تاعنا في التطبيق تاعنا، أي كلما كانت كا أكبر كانت طوفينال أكبر، كلما كانت كا أكبر كانت طوفينال أكبر. السؤال السابع قال كيف تتغير طوفينال بدلالة البي اش؟ كيف سرح يكون هذا؟ سابعا بالنسبة أعزائي لمحاليل حمضية يعني أنها نفس التركيز، لاحظوا أنه كل ما كان البي اش المحلول أصغر كانت الطوفينال أكبر. هذا المكان يعني لهنا اللون ولو الطوفينال والراهي تاعنا اللي حسبناها على الأخر، يعني لاحظ شوف غير لهنا، شوف أمامك، قلنا كلما كانت بي اش المحلول اصغر كلما كانت طوفينال اكبر. لاحظ ان انا عندي 3.4 البي اش ولهنا 2.8، 2.8 اصغر من 3.4، يعني لاحظ هنا 16% اكبر من 4%. اي نكتب بالنسبة لمحاليل حمضية لها نفس التركيز، لها نفس التركيز. صح، كلما كان البي اش
pH المحلول بالطبع أصغر، أو رانا شفناها في التمرين أمامنا، كانت طوفينال أكبر. هذا مكان صح. سؤال 18 يقول: ماذا تستنتجين من أن حمض البنزويك لا يذكر على خير أقوى من حمض الإيثانويك؟ صح. شفنا احنا باللي المحلول الثاني تاع هو البنزويك طوفينال تاعو كانت كبيرة، هذه الأولى صح. وشفنا باللي كا تاعو كبيرة، البي كا كانت صغيرة، البي اش تاعو صغير. إذن واش نستنتج؟ نستنتج لأنه في الأول قالوا لنا باللي حمض البنزويك هو الأقوى، وحمض أقوى، وصبنا من خلال حل التمرين تاعنا أن طوفينال كبيرة تاعو كاء كبيرة، بي كاء تكون دائما كونتر الكاء تكون صغيرة، إلا البي اش تاعو صغير. إذن نستنتج أن الحمض يكون أقوى إذا كانت ماذا؟ الأولى طوفينال لتفاعله مع الماء كبير، هذه واحدة زيد. ثاني كاء تاعو أي ثابت الحموضة كبير كبير، أو البي كاء يكون صغير، دائما الكونترار تاع كاء يكون صغير. زيد المحلول المائي تاعو البي اش صغير، يعني لمحلوله المائي عنده بي اش اصغر، وهذا ما شفناه خلال حل التمرين. إذن اعزائي الطلبه، واش يعني الخلاصة تاع حل التمرين هذا؟ واش الخلاصة اللي نديها من حل التمرين هذا؟ شفنا باللي في حل التمرين هذا أعزائي، بالنسبة لمحاليل مائية لأحماض تكون ذات تراكيز أو تراكيز يعني نفسها كما شفنا مع حمض الإيثانويك وحمض البنزويك عندهم نفس التركيز، شفنا باللي كلما كانت كاء لثنائية هذا الحمض أكبر بي كاء تكون أصغر، هذه وحدة. وشفنا ذاني كلما كان البي كاء البي اش المحلول أقل طوفينال أكبر، معناه تفكك الحمض يكون أكثر، أي أن الحمض أقوى. نعود، كل ما كان بي اش المحلول أقل تكون طوفينال أكبر، معنى هذا أن تفكك الحمض يكون أكثر داخل في الماء. وش معناه؟ معناه أن الحمض أقوى. بالكونترير ارتفاع البي اش، بي اش محلول يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى انخفاض طوفينال، أي تصغير طوفينال. كذلك إذا كانت يعني إذا وجدنا طوفينال تاع الحمض الأول مثلا أكبر من طوفينال تاع الحمض الثاني مثلا، هنا الحمض الحمض A أقوى من الحمض A2، يعني حسب طوفينال. إذا كانت طوفينال كبيرة، الحمض اللي تكون طوفينال كبيرة تاعو هو اللي يكون أقوى، والبي اش كي نقول طوفينال كبيرة معناها بي اش صغير، كاء كبيرة بي كاء صغيرة. فهمتوا درك؟ إن شاء الله تكونوا فهمتوني واش راني نقول. أعزائي، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الفيديو المقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.